قبل 9 أشهر وقفت على هذه المنصة وحذرت من أن أذربيجان تنفذ خططا لتطهير ناغورنو كاراباغ عرقيا من جميع الأرمن. سيدتي الرئيسة، يؤلمني كثيرا أن أقول أن هذه الخطة قد تحققت الآن. أمام محكمة العدل الدولية وقف ياجيشي كيراكوسيان ممثل جمهورية أرمينيا القانوني. الهدف مقاضاة أذربيجان بعد هروب عشرات الآلاف من الأرمن من سكان إقليم ناغورنو كاراباخ نتيجة تعرضهم لحصار محكم وهجوم عسكري نفذتهما الحكومة الآذرية. بدأ الحصار في كانون الأول ديسمبر عام 2022، أغلقوا المعابر فأصبحنا بلا غذاء ولا دواء، ومات المئات. في أيلول سبتمبر عام 2023 رحلنا لأنه لا يمكن لأي مخلوق العيش في هذه الظروف البائسة. الدعوى المقدمة من أرمينيا إلى محكمة العدل الدولية تدبير مؤقت، لكن الجرائم الناتجة عن هجمات أذربيجان قابلة للعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية. في الحلقة الثانية من هذا التحقيق من الحرة تتحرى، نواصل فتح ملف ناغورنو كاراباخ، نسلط الضوء على الدور الروسي والتركي في تأجيج الصراع في الإقليم بغرض تحقيق مصالح الدولتين. ما هو حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الأرمن؟ وهل ترقى لمرتبة جرائم الحرب؟ عانى سكان كاراباخ صعوبات متتالية، كان الطعام نادراً وانقطع الغاز والكهرباء والمياه. وثقنا جرائم الحرب التي ارتكبتها أذربيجان في الإقليم والتي يجب محاسبة المسؤولين عنها. على المجتمع الدولي أو يعني الأرمن الذين يتهمون أذربيجان بتطهير الإرقي أو إبادة جماعية، إذا عندهم دلائل خلي يأتوا بدلائلهم، خلي يأتون ببرهانهم. في صيف عام 2023 وقبل شهر من انفجار الأوضاع في ناغورنو كاراباخ، أصدر لويس مورينو أوكامبو المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية دراسة مفصلة حذر فيها من تأهب أذربيجان لارتكاب جريمة بحق 120 ألف أرمني هم كل سكان الإقليم. هناك أسس قوية للاعتقاد بوقوع جريمة إبادة جماعية ضد أرمن قرباخ، فالمجاعة هي سلاح الإبادة الخفي، وهذه المجموعة من الأرمن سيتم تدميرها في غضون أسابيع قليلة. نعتقد أن الرئيس عالييف عن سابق تصور وتصميم لديه نوايا واضحة لارتكاب هذه الجريمة. تقارير صحفية دولية ربطت بين تصاعد خطاب العداء تجاه الأرمن ووجود إلهام عالييف على كرسي الرئاسة الأذري منذ أكثر من 20 عاماً. على مدى العقد الماضي وصف الأرمن بالورم السرطاني والمرض الواجب علاجه، ومؤخرا هدد الرئيس المستبد إلهام عالييف بطرد الأرمن مثل الكلاب وعلاجهم من فيروس تمكن منهم وحولهم إلى مرضى، حتى أن حكومة باكو أصدرت طابعا تذكاريا لعام 2020 يصور شخصا يرتدي زيا وقائيا أثناء تطهير ناغورنو كاراباخ. عالييف has been absolutely crystal clear. كان عالييف واضحا تماما في أنه يريد محو وتدمير وقتل الأرمن،
لم يدل أي من مرتكبي الإبادة الجماعية بتصريحات بهذا الوضوح من قبل. هناك عدة عناصر أساسية لإثبات قضية الإبادة الجماعية، أولها النية. هاري ثيريولت أحد أبرز الباحثين في الملف يرى أن العداء تجاه الأرمن يعود في الأساس إلى الروابط الوطيدة بين أذربيجان وتركيا صاحبة التاريخ في اضطهاد هذه العرقية. هذه النزعة المعادية والراسخة بقوة تأتي إلى حد ما من تركيا. فالقضاء على الأرمن في جنوب القوقاز بدأ تقريباً مع نهايات القرن التاسع عشر، وتكرس فعلياً عام 1915 مع حدوث الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك. في المقابل يرفض الأتراك اعتبار العلاقات المتوترة مع الأرمن الدافع وراء دعمهم لباكو، فأنقرة ترى الصراع في ناغورنو كاراباخ حقاً مشروعاً لأذربيجان للحفاظ على وحدة أراضيها في وجه دعاوى الانفصاليين. لا يمكن أن نربط ما حصل من حرب تحريرية في إقليم كاراباخ من قبل أذربيجان يعني بأنها عداء تاريخي بين تركيا وأرمينيا، لأن كانت هناك أراضي محتلة من قبل القوات التابعة لأرمينيا لإقليم تركيا، تتمتع بعلاقات متميزة مع أذربيجان، وهناك علاقات قرابة وجوار وتاريخ مشترك، وبالتالي هناك علاقات استراتيجية واتفاقيات ومعاهدات بين البلدين. كل هذه جعلت من تركيا تقف إلى جانب الجيش الأذربيجاني في معركة استرداد إقليم ناغورنو كاراباخ. وفقاً لتقارير صحفية، كان الدعم التركي هو العنصر الأساسي في ترجيح ميزان القوى العسكرية لصالح أذربيجان منذ عام 2020. يقوم الجيش التركي بتدريب الضباط الأذريين منذ عقود، وتعد تركيا ثالث أكبر مورد للمعدات العسكرية لأذربيجان، ومن المعروف أنها سلمتها طائرات بدون طيار وراجمات صواريخ. تركيا has had a very very significant role. كان لتركيا دور مهم للغاية في حرب عام 2020 وهجوم عام 2023، ولولا تركيا لما تمكنت أذربيجان من تحقيق انتصاره. إضافة إلى الدور التركي، تظهر مصالح روسيا الدولة التي أسست لهذا الصراع قبل قرن من الزمان. فوفق دراسات دولية، امتنعت قوات حفظ السلام الروسية عن تنفيذ المهام المنوطة بها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب 2020. أشرفت موسكو على وقف إطلاق النار عام 2020 ونشرت حوالي 1960 من قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ، ومع ذلك فشلت تلك القوات إلى حد كبير أو كانت غير راغبة عمداً في إنهاء العدائيات المستمرة بين الجارتين بشكل كامل. ويزعم البعض أن القوات الروسية غضت الطرف عن الهجوم الأذربيجاني. رغم الاتهامات لقوات حفظ السلام الروسية بالتقاعس عن أداء واجباتها، يرى مقربون من الكرملين أن هذه القوات قامت بدورها المتفق عليه. لم يكن دور القوات حفظ السلام الروسية إحلال النظام أو حل المشكلة، بل توفير الجانب الإنساني
روسيا ليس لديها رغبة في إذلال الأرمن أو الأذريين. هذا الصراع يجب أن يحل في إطار حسن الجوار. إنكار موسكو الانحياز لأذربيجان يتعارض مع تقارير دولية أكدت امتناع القوات الروسية عن القيام بمهامها الإنسانية. تجسد ذلك في عدم منعها السلطات الأذرية من الإغلاق الكامل لممر لاتشن، المنفذ البري الوحيد المؤدي لناغورنو كاراباخ، ما أدى لإحكام الحصار على الإقليم في نهاية عام 2022. بدأت باكو في الحصول على المزيد من الدعم من روسيا منذ عام 2020، وزاد هذا الدعم بشكل كبير مع الغزو الروسي لأوكرانيا. فموسكو التفت على العقوبات المفروضة عليها بتصدير النفط ومصادر الطاقة عبر أذربيجان إلى الأسواق الأوروبية وغيرها. Azərbaycan Respublikasının lokal xarakterli tribunya yaxınlaşır. في الجزء الثاني من هذه الحلقة، هل دمرت آثار الأرمن في ناغورنو كاراباخ؟ وما هو وضع المعتقلين منهم في السجون الأذارية؟ بين حربي عام 2020 و2023 في ناغورنو كاراباخ، اعتقلت السلطات الأذربيجانية حوالي 200 مدني وعسكري أرميني من سكان الإقليم. أعلن المدعي العام الأذري أن 300 من القادة السابقين لناغورنو كاراباخ مطلوبون بتهم ارتكاب جرائم حرب. بحسب المعلومات المتوفرة للمركز، تم اعتقال 8 منهم وإهانتهم علناً، كما احتجز عدد غير معروف من المدنيين الأرمن كرهائن، وتأكد وجود 7 منهم في سجون باكو، إضافة إلى 36 أسير حرب أرميني. تحث اتفاقية جنيف بقوة الدول التي خاضت نزاعاً مسلحاً على إصدار عفو عام عن الأشخاص الذين شاركوا في القتال بعد انتهاء النزاع. لذا سنراقب عن كثب خطوات أذربيجان للالتزام بهذه القواعد. إضافة إلى المعتقلين المعلن عنهم، يؤكد مسؤولو كاراباخ وجود العشرات من حالات الاختفاء التي ترفض السلطات الأذرية الإفصاح عن مصيرها. منذ أيلول سبتمبر 2023 اعتبر أكثر من 250 شخصاً في عداد المفقودين، لكن لدينا أدلة تثبت أن الأذريين أسرهم. أيضاً تم اختطاف بعض المدنيين من بينهم فاجيف خاشتريان. صيف عام 2023 وخلال نقله للعلاج الطارئ في يريفان، اعتقلت القوات الأذرية فاجيف خاشتريان من داخل سيارة الصليب الأحمر. حدثت توقيف بالفعل أثناء نقل المريض. عادة تحصل منظمات هنا على موافقة أذربيجان قبل التحرك بالمرضى لتلقي الرعاية الطبية في أرمينيا، ومع ذلك حدث الاعتقال رغم الاتفاق المسبق على هذه العمليات. موسيقى
بعد 3 أشهر من توقيفه حكم على خشاتريان الذي قارب على 70 بالسجن 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حكم يراه خبراء غير قانوني كونه صدر دون وجود دفاع عن المتهم، وقد يتكرر في حالة معتقلين آخرين. في رحلة الأخيرة إلى أرمينيا قابلت عائلات 26 أسيراً محتجزين في باكو. الآباء والأمهات يائسون للغاية لأن أولادهم احتجزوا واتهموا في محاكمات تعسفية صورية وغير قانونية. بنهايات عام 2023 وبعد مفاوضات، أطلقت أذربيجان سراح 32 من أرمن الإقليم في مقابل جنديين آذريين. ليندا الجيكجيان كانت تنتظر الإفراج عن زوجها فيكان ضمن هذه المجموعة. ما حدا بيعرف ليش تغير اسم فيكان قبل 3 ساعات، مع أنه كان مبلغني الصليب الأحمر أنه بلغوا لفيكان أنه بده يطلع وفجأة ما طلع. ما حدا بيعرف ليه، ما حدا عنده جواب لألي. من بيروت تروي لنا ليندا قصة اعتقال زوجها الأرميني اللبناني بعد حرب عام 2020 بتهمة الاشتراك في القتال كمرتزق أجنبي. كان قبل انتقل من لبنان. فيكان هو شاب أرمني، هو موجود بناغورو كاراباخ وبعد وقف إطلاق النار 2020 ب 10 نوفمبر راح فيكان تجيب أغراضه من بيته وطلع له حاجز أثري ومعتقل فيكان. من هذيك اللحظة ما بقى شفته. قدرت أتواصل مع فيكان تقريباً من بعد 7 أشهر من اختفائه. طلعت على إيدي كانوا عظام وإيدين مبينين. إنه أول ما انكمش فيكان ضلن يضربوه تغيب عن الوعي. حاولنا التواصل مع الجهات المعنية في باكو لسماع ردها حول مضمون هذا التحقيق، فلم نتلقى أي جواب. لكن رفيز حافظ أوغلو الصحفي والخبير السياسي الأذربيجاني اعتبر أن الموقوفين الأرمن يستحقون العقوبة. قبل أن نعتقل، قبل أن نحبس، أعلننا للأرمن بأنه عليهم أن يتركوا أسلحة ويسلموا أنفسهم لأمن الأذربيجاني. وبعد هذا حكومة أذربيجاني سيعلن عفو أو العمومة عن الأرمن الذين شاركوا في مجزرة أو في قتال ضد الأذربيجانيين. لدينا يوجد الصور والفيديو وكل التقارير بأن هؤلاء الأشخاص شاركوا في مجازر ضد الأذربيجانيين. يريفان العاصمة الأرمينية استقبلت عشرات الآلاف من لاجئي قاراباخ الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة. قمنا بمساعدة الهاربين مادياً ونفسياً. تهجر القسم الأكبر منهم إلى يريفان ويعيش قسم منهم على الحدود في ظروف شاقة جداً، فالحرب والحصار تركا آثاراً نفسية ومعيشية صعبة للغاية. ليلت ماردي روسيان إحدى النازحات من كاراباخ إلى يريفان تروي تفاصيل الهروب الجماعي للسكان. بعد 3 ليال خرج الجميع وهم في حالة ذعر. ماذا نفعل وإلى أين نذهب؟ 3 أيام على الطريق الشاق تعرض المسنون والأطفال للإنهاك. كان همنا الأكبر كيف سنعبر الحدود؟ رغم قساوة الظروف لا تزال ذاكرة ليليت مليئة بصور جميلة من موطنها.
كنا سعداء نذهب في نهاية الأسبوع مع عائلتنا وأصحابنا لاكتشاف آثار بلادنا، نزور الكنائس القديمة ونعلم أولادنا تاريخنا العظيم. لكن هذه الآثار باتت عرضة للتدمير بحسب منظمة مراقبة التراث القوقازي ومقرها الولايات المتحدة. تعود الآثار الباقية إلى الألفية الأولى بعد الميلاد، وغالبيتها أديرة تاريخية ونعتبرها معرضة للخطر. وثقنا المحو الكامل لأكثر من 108 مواقع أثرية من أصل 110، كل هذا مثبت بصور من الأقمار الاصطناعية. هذه الصور التي حصلنا عليها من منظمة مراقبة التراث القوقازي تبين تدميراً لأثار أرمينية في ناغورنو كاراباخ، ما يعتبر طبقاً للتعريف الأممي ركناً من أركان جريمة الإبادة الجماعية. على مدى سنوات أزالت أذربيجان من على وجه الأرض قبوراً أرمينية تعود إلى القرن السادس عشر، وهذا التدمير لا يعني محو الثقافة فحسب بل محو البشر أيضاً. التطهير العرقي يتبعه كل أنواع التدمير الثقافي، وهذه طريقة فظيعة للادعاء بأن الأرمن لم يعيشوا هنا. بعد حرب عام 2020 وثقنا تدمير 8 مواقع أثرية بشكل كامل و12 موقعاً بشكل جزئي. شهدنا إزالة للمقابر، وبنهاية عام 2023 وثقنا جرف مقابر جديدة وتحديداً حول منطقة شوشي. شهدت الجرفات تتجه نحو الكنائس التاريخية. على مدى عقود دام الصراع ولدى كل من طرفيه أسبابه للاستمرار، فالأرمن يعتبرون ناغورنو كاراباخ أرضهم التاريخية ويسعون للاستقلال، والآذاريون يرون في ذلك نزعة انفصالية وتقسيما للبلاد. والمشهد الختامي يصور حتى اللحظة إقليما خاليا من الأرمن واتهامات حقوقية لباكو بارتكاب إبادة جماعية.